مساء الخير، حياكم الله بحلقه جديده من تحديات طاطا بطاطا. راح تشوفونا كلنا برمضان، وعندنا شغله لازم تشوفونها اذا انحطت بهالفيديو او يمكن تلقاها بانستغرام. اذا ما انحطت معناته بالفيديو اللي وراه هذه هي او يمكن ما في. اذا ما في ظلينا نفسنا معناته انا للحين ما نزلت يعني. عموما يا جماعه روابط حسابات الانستغرام وين تلقونهم؟ تحت. ليش قلد؟ ليش قلد حركتنا يا ابو؟ ليش قلدنا؟ حلو، مع الصوت. الصوت اي صوت؟ شلون؟ هذه مالت فوق. حلو، هذا هو. اذا عجبكم المحتوى لا تنسون تدعمونا في لايك وشير، تدعمونا بسياره سبسكرايب والجبل. كما تطقون الجبل يوصل لكم كل شيء جديد. يوصل لكم وجه كل شيء. لا لا اقعد. كل ما تطقون الجبل يا اطفال يوصلكم كل شيء جديد احنا نقدمه. امانه لحظه بقول لك شيء. شوف وجهك شي بالجيم سوي شيء. بطل حجك سكره، مو كنا نلعبك وا 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 صح. شوفوا يا جماعه خلينا نشوف شنو تحدي. شفنا شنو التحدي اليوم، خلينا نسمع الجرس. جرس الشروط. شفنا شنو التحدي اليوم، نسمع الشروط. حلو حلو. تحدي اليوم راح يكون ثلاث نقاط، فاللي يجيب اول ثلاث نقاط يكون هو الفايز. تحدي اسمه معلوماتك بط من زمان. اوه حيل. فالمعلومات العامه راح ناخذ الاسئله من الحكم، والاسئله راح انتم تقرونها فوق محطوطه هني قاعد يقرونها. وانا برود يا حكم، نبي اسئله على الاكل. اي هلا سريع على حكم اسئله، واول واحد جاوب له نقطه. يلا. اقل نقاط هو الخسران عشان ما اقل نقاط هو الخسران. اوكي. ما هو الحيوان الذي اذا قطعت احدى اذرعته تنمو مره اخرى؟ البحر. حيه. لا بيصي. لا حيه حيه. نجوة البحر. نجوة البحر. مو ما تعرف وما عندك معلومات. ما هو اقرب كوكب الى الشمس؟ عوارض. صح. زين لحظه ارفع ايدك. لا ما يصير ترفع. مدرسه مدرسه. الفاكهه يمكن قراءتها بالعكس ولا تغير؟ تمر. تمر. يصير يصير رمت. علي لديها اربعة ابناء وهي تحب ايام الاسبوع حبا شديدا، فسمت الاول سبت والثاني احد والثالث اثنين، فما اسم الرابع؟ علي. علي. لحظه دام هنا تقول سبع باب. شو يصير؟ اليوم لا لا خلاص. لا ما بعرف السؤال اللي بعده. انا بغيت اقول جمعه. زين عطني نقطه. اوكي اعطي نقطتي حق ابرار. يلا دامنا اخر حلقات تخصموني يعني. دام اخر حلقات عيديه هذه. انا قلت بعد صرنا كم نقاطنا؟ واحد اثنين واحد اثنين. واحد اثنين واحد واحد. اوكي يلا. اي سوري واحد 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 كان المفروض يفوز هو. إيه بس انا جاوب سؤالين توت و ايه صدق توت وهذا كوكب وكوكب. اثنين واحد واحد. حكم ايش فيك مفهي؟ مو منك من حمرتك الكل ما قدرت مقاعد معك طبختي. يلا. ما الشيء الذي تحمله ويحملك؟ الاسم. الاسم. الظل. يا الاسم يا الظل. تحمله ويحملك. احمله ويحملني. اسمي احمله ويحملني. بطني. الملابس. ريلي. الجوتي. صح. صح صح صح. ما نبي لغز، نبي اسئله عامه. هذا لغز حمود. كم يطلع لي اسئله؟ شنو الشيء اللي موجود بامريكا والمانيا بس مو موجود بفرنسا وايطاليا؟ الف. لا حب الالف. فرنسا وايطاليا. شنو شنو مره ثانيه؟ موجود بامريكا والمانيا بس مو موجود في فرنسا. ميم. صح. هذه قايله بالبيت. فستانه. انا بسمع. زين السؤال هذا مو معلومه عامه. سؤال هذا. هذا لغز. وين تزعين؟ اعطينا شيء. امانه مو لغز. حق محسن اعتراض ارفع لك. لا امانه مو لغز. هذا معلومه عامه. لا هاي اللغز. ولا تزعل تزعل. شفتوا الخبز؟ لا هذه معلومة عامة. هذه نقطة عندي انا. نقطة عندي انا. شنو بستفيد؟ طقيها براكو. هذه هني هني كاهي طقيها بس طاحت. يعني بروح اقول حق الجماعة ولا حق ابوي با شنو الشيء موجود بين امريكا وهذا؟ انا على بالي شيء مهم. يلا زين. ما هو الحيوان الذي يلقب بابو جعدة؟ محسن. ابو جعدة؟ سنجاب. الحصني. تشيكو.
الكلب، القطو، البعصي، التمساح، قط البحر، قط البحر، قط البحر، قط البحر. هو حيوان يمشي على أربعة. كبير ولا صغير؟ كبير. شنو قلت شو اسمه؟ فيل. إيه. شو اسمه؟ شو اسمه؟ حوت ما يمشي على أربعة. وجعدة. الزبافة. لا. باس 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 كله. خلاص وحيد القمل. باس. الذئب. أنا قاعد أتذكر إن شكله قطو. ذيب. نفس الحسن. وجعدة. ما هو شعار الولايات المتحدة الأمريكية؟ شعارهم؟ نجوم. هذه. نجوم. هذه تمثال الحرية. لا نجوم. العلم ونور. البيت أبيض. العلم ونور. والله شعارهم الشعلة. النجوم. الشعلة والعلم. قاعد الحرية. قاعد أقول لها العلم نور. زين العلم مهند. غيره باس. باس. النسر الأصلع. النسر الأصلع. احنا ناسينا ما لا تشذب. عصج والله. تقدر واحد تحط نسر. معترض. يلا. كم عدد الجيوب الأنفية في الإنسان؟ ستة. لا. خمسة. لا. اثنين. ثلاثة. واحد. لا. دام قاعد يصير تشيل. باس. 13. توني يا أقول ثمانية. ما هو؟ هاي ضحكت نكتة. ما هو؟ ما هي أكبر دولة عربية من ناحية المساحة؟ سودان. 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 صح. مصر. يلا اعترف. مصر. اعترف. ما مش طلاب الجغرافيا إحنا. اعترف. عاد ثلاثة اثنين. أنا خسران. من الخسران؟ أنا. تقول دعم النقاط دام اللي يعترضون دائما. شوفوا شنو العقاب. عاد العقابات كلها اللي محسن يكرهها. شنو الحين نسمع العقاب؟ شنو العقاب؟ ما العقاب شيء محسن وايد يكرهه. لو انا كنت صديق خسران فيه حتى انت تدرين انا عادي ما اكره هالشيء هذا. بالعكس. لا 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 ما 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 شيله. العقاب عاد شابي. عاد شابي. لا عادي عادي ما بي عادي. خليك على طبيعتك جدا من الناس. العقاب شد شعر لمدة 10 ثواني من غير صوت. لا حمو يطيح شعري والله. احنا ما راح نشلع. احنا راح نكلم فالحكم نحسب 10 ثواني. من اي مكان نسحب شعر؟ كيفنا. اي اذا الله يخليكم هني انا اخاف. ثلاثة اثنين لا او شيء انا بدأ انت بدأ دوت. واحد او لا هالمرة بعطيك انت الشرف. يلا صج. واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث اربع. تكلم. ست سبع ثمان تسع عشر. اوكي شاطر. يعور صح؟ دوري انا. واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث. قول اي وفك نفسك. اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. ابرع انا ممكن. شو هاي زلف وزلف؟ واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاث. أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. ضحك ضحك ضحك. كسر خاطري. كسر خاطري. حرام. لا تقعد تمثل يعني أنا المسكين. تابعونا يوميا لنهاية رمضان. مطولين معاكم. ها 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 مو طيحت مني نقطة. ها عشانك في حلقة بوريكم اياها بعد شوي. انا راح بس اقول له تسكت تسكت. دمونا في لايك وشير. سبسكرايب. جرس. اساس. عشان كل ما تجيكم الجرس تفاقيكم ترن ترن. بالضبط هذا. ما قلت وين. وليش انت ما قلتها برار؟ ها؟ ما قلتها. ايش نقعد؟ بالسبسكرايب. شو تقول؟ سبسكرايب تعرف ايدها. نشوفكم بالحلقة القادمة. ليش قمت تطلع وجهك الحقيقي؟ حمول حيل عض. انا عض. يلا حيلهم بين. خلي شيل هوليوود. هو يخاف من عضة الاسنان الصجية اللي تحت. محسن انت بروحك ماكو اسنان ولا لسان. لا واحد مسكينة فشلة معانا أنثى. ما يصير ما يصير.